السلام عليكم. شلونك اخوي؟ اولا احنا شاكرين التزامك وارتدائك حزام الامان. سؤالنا شنو مخالفتك؟ واقف. اي ليش؟ قاعد صعد عبري. صعد عبري يا رحم الله والديك. وقفتك نظاميه لو خطا؟ لا لا. شنو ولا حدد؟ خطا. خطا. عاشت ايدك. ليش خطا؟ ليش خطا؟ واقف يعني شيء ثاني. حلو، هسه احنا متفقين. نعم سيدي. نعم. أيوة نزلت السوق هسه ما لحد الان ما طلع عليها. طاخ له ترى مستوي. واخذ اجازه والسنويه يداوم بالبنك المركزي وهذا رقمه. هسه عوفنا من هاي التفاصيل كليته. سؤالي لك. هسه انت صار كم مخالفه نعتبر؟ مخالفتين؟ رحم الله والديك مخالفتين. سيدي فيما يخص هذه المخالفات، احنا واجبنا هو تسهيل حركه السير والمرور. مو بان انه يعني مثل ما يبين انه بينا اذيه للعالم، لكن عندنا مشكله. سائق المركبه دائما ما يسبب زخم بالشارع، هو من حقه انه يشتغل على باب الله واحنا نساعده، لكن بنفس الوقت ما تاثر على غيرك. هسه انت سايق ثاني ومؤثر على العالم، وقبل شويه مسوي حادث الحمد لله على سلامتك، انت السبب هو، بس اعتقد انت على ما اعتقد. انت لو هو وقف مفاجاه. ليش طيت سنويتك بعد؟ هو اخذ يداوم بالمصرف. يعني هو يداوم بالمصرف اخذ. اي قال لي لما نحل صلح لي بقلايته وتبدله. خوش سيدي، شنو الاجراء القانوني بحقه وشنو مخالفته اولا وشنو الاجراء القانوني بحقه؟ طبعا حقيقه احنا نشكر كادر البرنامج على هاي المقابله. سيدي احنا تفضل. احنا حقيقه احنا بالبدايه احنا بخدمه المواطن اكيد، واحنا ايش قد ما بالامكان يعني، والحالات الانسانيه موجوده صحيح، ونقدر ظرف المواطن، لكن القانون لازم يطبق. نعم. وهذا فيها اذيه لغير اشخاص، لكن اذا ياثر على حركه السير وياثر على العامه هاي احنا ما نسمح لها اكيد. فاكو مخالفه عند الاخ، طبعا اشكره على التزامه ايضا. نعم. هاي ملاحظه جدا رائعه. نعم. انه يرتدي حزام الامان. نعم. وهاي حاله حضاريه واكيد طبعا هاي ضمن القانون، لكن اكو عنده مخالفات اخرى. نعم. المخالفه الاخرى هي الوقوف سايق ثاني. نعم. وهاي ياثر على حركه السير. نعم. خاصه في منطقه العلاوي عندك تتكلم يعني. نعم. منطقه تشهد كثافه، اي توقف بهاي المكان هذا حيأثر على حركه السير والمرور. نعم. ايضا عنده مخالفه اخرى انا لاحظتها من خلال ما يخص السنه، اذا لاحظتيها السنويه مستنسخه وليست وهذا اصليه. هذا يتطلب انه سائق المركبه بس توقفني. نعم. هنا سيدي صاحب المركبه او اللي يقود المركبه المفروض تمسكاته أصلية. ايضا بعيدا عن اي تفاصيل، هسه نصيحتك الى نفسك، انا ما اريد اخر اخواننا اللي وياك وانت على باب الله. انا على الماشي والله، على الماشي يعني، وانتوا عشان اللي بعيدا عن الماشي. نصيحتك الى نفسك، هسه انت مخالف وواقف سايق ثاني يا اخي. صحيح، ما يصير. اوكي. هسه ما يصير. سيدي تتخذ الاجراء القانوني. اكيد اكيد احنا لازم نتخذ اجراء. المخالفة الوقوف الممنوع وأيضا عدم حمل إجازة السوق. تمام.